الكلام اللي راح أقوله الآن قسما بالله إنه يفرحني ويدعمني على الاستمرار. باقي 19 مشترك فقط وندخل 500. والله لو كل من شاهد الفيديو يحط اشتراك ولايك راح نتخطى 500 بإذن الله. Hello Jack, we need you again. كما عودتنا إيبيك جيمز على إعطائنا مجانية كل يوم. مجانية اليوم هي Ghost Runner. القصة تضعنا في دور آخر. الGhost Runners وهم مجموعة من البشر الذين تمت هندستهم ليكونوا الخليط المثالي ما بين البشر والآلة للحصول على الجنود المثاليين لتطبيق النظام وحفظ الأمن داخل برج دارما الذي أصبح الملاذ الأخير بعد كارثة جعلت العيش على باقي الأرض مستحيل. اللعبة لا تعاني من مشاكل تقنية واضحة، وعلى المستوى البصري فهي تبدو رائعة بما فيها من تفاصيل في عالمها المليء الذي سيتراوح ما بين المناطق الفقيرة ذات الطابع الصناعي إلى الطوابق العلوية التي تمتاز بلوائحها الإعلانية وأضواء النيو ذات الألوان المتنوعة والفاقعة. كما ذكرنا فالأداء الصوتي للشخصيات كان مميزا، ومن ناحية الموسيقى فاللعبة تحظى بألبوم موسيقي رائع ذو طابع إلكتروني وبالعديد من الألحان التي تعلق في الذاكرة. هذا كان شرح بسيط للعبة، نتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم. نستودعكم الله.